هذا يسأل عن زوجته إنها ماتت بمرض السرطان ولم تقدر على الصيام، أفطرت من أجل المرض وماتت في المرض ولم تقدر على الصيام، ليس عليها شيء، هذه ليس عليها شيء. ولكن إذا كانت ما تستطيع الصيام في حياتها، ما تستطيع الصيام في حياتها ولا يرجى أنها تشفى وتقضي، تطعم عنها، عليك أنك تطعم عنها عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كانت يوم تفطر للمرض ما يرجى أن تقضيه في المستقبل، فهذا مرض مزمن، تطعم عنها عن كل يوم مسكيناً.